إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم أقرب وقت للحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئتنا في حلقة اليوم هي فرح بنت فهد العبري البالغة من العمر 8 سنوات. فرح طالبة بمدرسة السلطان بالحيل بالصف الثالث. سنتعرف عليها بعد الفاصل وعلى كتابها ما أحلاها أختي الكبرى. القارئ الصغير، السلام عليكم فرح. وعليكم السلام، كيف حالك؟ خير. تحبين القراءة ما شاء الله؟ من يشجعك على القراءة؟ أمي. أمك كيف شجعك؟ تقرأ لي قصص كل يوم. انت اخترتي لي كتاب أختي الكبرى ما أحلاها. عندك أخت كبرى؟ من اسمها؟ سارة. سارة، وتحبينها؟ تقرأ مثلك؟ لا، ما تحب القراءة هي؟ شوية. وانت تحبين القراءة؟ بس انا خبروني عنها في المدرسة انها تقرأ هي ومكرمين ناس، ما صح؟ وليش ما جات البرنامج؟ انها تخجل. تخجل انت شاطرة ما تخجلي، ما صح؟ زين. كتاب اختي الكبرى ما احلاها، او ما احلاها اختي الكبرى، هذا قصة؟ ممكن تحكي لي اياها؟ الأخت الصغرى تغار من أختها الكبرى، وكان عيد ميلاد الأخت الصغرى، وكانت تريد الأشياء للكبار، لكن كل أحد أعطاها هدية للصغار، لكن أختها هي الوحيدة التي فهمتها وأحضرت لها الهدية التي كانت تريدها. يعني أختها الكبرى الوحيدة اللي فهمتها؟ أيوة. جابت لها هدية؟ أيوة. إيش الهدية؟ الأشياء من كذا اللي من تجميل الوجه. ومن اللي كانت تغار من الثانية الصغرى؟ أيوة. وبعدين عرفت أن أختها الكبرى رائعة. أيوة. وتو ما تغار منها؟ لا. جميل. وإيش حكاية تولين؟ حكاية تولين هي لما كانت تولين في العيد. إيش تعمل؟ في عيد التنكر كانت تلبس ملابس امرأة من تشاينيز، وفي العيد كانت نائمة تنتظر بابا نويل هي وأخاها. وجاء بابا نويل؟ لا، لم يخبرونا في القصة. مزين، وبعدين ايش صار؟ انتظروا، كانوا بعدين ناموا. بعدين نعمل. انت شاركتي في مسابقة اكثر طالب يقرأ قصص؟ ايش هذه المسابقة؟ الطالب اللي يقرأ قصص واجد، وانا قرأت 15 قصة. هذا من زمان ولا هذه السنة؟ هذه السنة، لكن اول شهر. جميل. قلتي لي امك تشجعك على القراءة؟ تقرأ لك قصص كل يوم؟ تتذكري شيء من القصص اللي
أمك قرأتهن ليكي؟ أيوه. أي قصة؟ قصة عن شخص غني هو وأصدقائه، كان يعطي أصدقائه دائما المال. وفي يوم كان أبوه يبيع جواهر. وفي يوم من الأيام مات أبوهم وصاروا فقراء. وبعدين راح بيت صديقة، لأن بيت الحين صديقة صار ملك. بعدين راح وكان يريد يدخل داخل عشان يطلب فلوس. لكن بعدين قال صديقة إنه هو يطلع، فاستغرب إنه هو كان دائما يعطي فلوس والحين يطرده من قصره. وبعدين شاف رجلين في الطريق إلى البيت. بعدين قالوا له إن هذه جواهر أبوك. وبعدين راح باعها، شاف امرأة عجوز قالت عطيني كل جواهرك وأنا بعطيك مبلغ كبير. بعدين عطتها مبلغ كبير وعطاها جواهرها. بعدين صاروا أغنياء. بعدين رسل رسالة للشخص حل أخوه الصديقة، وكتب إنه هو كان دائما يتجاهله وما كان يعامله بطريقة جيدة. لكن بعدين رسل له الصديقة رسالة إن هذلاك الرجلين هو رسلهم، وإن هذيك الحرمة العجوز اللي شلت منه الجواهر هي أمه. بعدين صاروا أصدقاء مرة ثانية. يعني اللي أعطته فلوس مقابل جواهر طلعت أمه. جميل. وأمك بعد حكيت لك حكاية الدبدوب صح؟ أيوة من زمان. تتذكريها؟ لا ما تتذكري شيء منها، ولو حاجة ولو نصها؟ أتذكر الدبدوب كانت أمه وكان أبوي يرادوه بالصغير، لكنه ما كان يحب هذا، ما يحب يقولوا للصغير. أيوة. وهو صغير ولا ما صغير؟ صغير. وليش ما يحب يسموه صغير؟ لأنه يريد يكون كذا يكون معروف إنه هو قوي، لكن ما يريد يكون معروف إنه هو صغير. أنت صغيرة ولا كبيرة؟ ما أعرف، متوسطة. أنت يعني في مقاييس العمر صغيرة، 8 سنوات. تحبين حد يقول لك صغيرة؟ ولا لا. ولا تحب يكون حد كبيرة؟ متوسطة. أنت نقول القارئ المتوسطة فرح العبري. زين. الحواس الخمس بعد قريتي صح؟ إيش قصة حكاية الحواس الخمس؟ هذا كتاب نشاطات، لكن كان في شوية كذا نشاطات نقرأ فيها. أول شيء كذا يرونا صفحة وبعدين نسوي النشاطات، مثلا حاسة الشم يكتبون النشاط ما هي أي شيء رائحته زكية، ويحطون لنا كذا صور من الأشياء. بعدين نسوي دائرة على الأشياء اللي رائحتها زكية. زين، إيش الأشياء اللي عادة رائحتها زكية؟ إيش الروائح اللي تعجبك؟ عطر الزهور. والعسل مرات. وريحة المحاية إيش رأيك فيها؟ لا ما حلوة. زين. وأيضا خبروني عنك في المدرسة إنك شاركتي في يوم الماء صح؟ إيش شاركتي بإيش؟ كنت أعطي فلوس حل الناس اللي ما عندهم. تبرعتي؟ أيوة تبرعت. كيف يعني هذا تتبرعوا بفلوس؟ تبرع بفلوس حل الناس اللي ما عندهم ماي. في أفريقيا. تجمعوا مبالغ من الطلبة؟ أيوة. من الجميع يعني؟ أيوة. طلبة وغير طلبة؟ أيوة. وبالمقابل نلبس ملابس زرقاء. كان في نشاطات كثيرة. انت بكم تبرعتي؟ ريال. والسنة الماضية، هذه السنة الماضية ولا هذه السنة؟ هذه السنة. السنة الماضية تبرعتي بعد؟ ايوة. كل سنة تبرعي للمي؟ ايوة. وليش تبرعتي يعني عاد؟ حال الناس اللي ما عندهم ماي كان يشربوا من الماي اللي الوسخ. وعشان يكون عندهم حمامات زينة، وما يشربوا من الماي الوسخ عشان ما يكونوا مريضين. ممتاز يا فرح. يعني اللي يتبرع معناها شيء جيد صح؟ ايه. عشان تعمل خير. ايه. اللي يعمل خير زين. ايه. وانت تحبين عمل الخير؟ وصديقاتك تبرعن بعد؟ كل واحدة ريال. ايه. جميل جميل.
إيش تتمنى تصبحي لما تكبري؟ أريد أن أكون معلمة كي أعلم الأطفال الصغار. معلمة؟ معلمة إيش بالضبط؟ عربي إنجليزي؟ عربي. عربي. أيوه. أنتي شاطرة في اللغة العربية؟ أيوه. يعني تعرفي الإعراب وهذا الأشياء وال. أيوه. جميل. وإيش بعد المواد اللي شاطرة فيهم؟ الدراسات الإسلامية. أها. تحفظ القرآن؟ أيوه. إيش حافظة؟ حافظة سورة الانشقاق وسورة الفجر وسورة سور لحد سورة الانشقاق. حافظة لحد سورة الانشقاق. ما شاء الله. زين، لو طلب منك تسمعي لي شوية من سورة الانشقاق أو أي سورة ثانية إذا الانشقاق ما حافظتنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. صدق الله العظيم. ممتازة قراءتك يا فرح، ليش كنت مترددة أول؟ جميل. إيش الحكمة اللي تؤمن بها فرح؟ بيتا دون كتب هو جسدا دون روح. إيش معناها؟ تعرفي؟ أن الشخص إذا ما عنده كتب في بيته هو شخص ما عنده روح. الله، يعني معناها أنه كأنه ما عايش. أيه. وأنت شيء كتب في بيتكم؟ شيء واجد. كم يعني؟ ما أقدر عدهم واجد. في مكتبة في البيت؟ أيه. ما شاء الله. مكتبتين. أيه. واحدة حالك؟ واحدة حالي أنا وأخواني. أها. واحدة حال أمي وأبوي. أها. وأنتم مكتبتكم فيها كتب كثيرة؟ إيه. إيش فيها من الكتب؟ كتب العربية والدفاتر وكتب الإنجليزية والكتب العلمية. ما شاء الله، أنت رائعة يا فرح. إذا أنت القارئة الصغيرة، كنت أريد أقول لك، أنت والحين بقول المتوسطة. شكرا لك يا القارئة فرح بنت فهد العبري البالغة من العمر 8 سنوات على هذا الحوار الجميل معك لبرنامج القارئ الصغير. وفرح طبعا طالبة أو تلميذة بمدرسة السلطان بالحيل. شكرا لك. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.